الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ان الائمه عليهم السلام محدثون تحدثهم الملائكة مفهمون الله سبحانه وتعالى فهمهم الأمور علمهم الأمور الخفية مباشرة بالإلهام أو بتحديث الملك أو عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن محمد بن اسماعيل قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون. في هذا الحديث الشريف يبين الإمام الكاظم عليه السلام أو الإمام الرضا. ثلاثة أوصاف من أوصاف الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وصف يرتبط بذواتهم الشريفة، وهي أنهم علماء. الله سبحانه وتعالى علمهم. الوصف الثاني يرتبط بكلامهم مع الناس، بعملهم مع الناس، وهي أنهم صادقون. الوصف الثالث والرابع يرتبط بعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى وهي أنهم مفهمون محدثون، وكذلك يمكن أن نقول أن وصفهم بأنهم علماء وأنهم صادقون سببه أن الله سبحانه وتعالى فهمهم وحدثهم الملك. فلان الملك حدثهم عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى فهمهم الامور لذلك كانوا علماء صادقين. لان الله سبحانه وتعالى لا يرسل ملكا لتحديث احد ولا يفهمه الا اذا كان معصوما له القابليه، ومن كان معصوما يكون صادقا، وهذه الاوصاف دل عليها القرآن الكريم، وفيما مضى ذكرنا كثيرا من هذه الآيات التي تدل على هذه الاوصاف، مثلا انهم علماء، تدل عليه قوله تعالى: فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. رسول الله هو الذكر. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذكرًا رسولًا. الذكر هو الرسول وأهل الذكر هم أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وهم أهل البيت عليهم السلام. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتب يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى وقد وردت هذه الآية في الأئمة عليهم الصلاة والسلام في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين يعلمون من أبرز مصادقه الأئمة عليهم الصلاة والسلام في ايه اخرى يقول سبحانه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وخير الراسخين رسول الله ومن بعده الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وكذلك وصفهم بالصادقين ورد في القران حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذي يكون في جميع حياته صادقا ولا يكون كذلك الا اذا كان معصوما والعصمه تنحصر بعد رسول الله في الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، وايضا هم مفهمون محدثون، الله سبحانه وتعالى يقول: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني بعد رسول الله اورثنا الكتاب. ولا يراد به الكتاب يعني نص القرآن، هذا النص القرآني موجود لدى جميع المسلمين بل غير المسلمين، فلا يكونون هم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، لأن في المسلمين ناس فسق فجر، وأيضا غير المسلمين الذين يقتنون القرآن الكريم هم كفار. فإذا يراد بهذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني أورثنا علم الكتاب كما ورد في الأحاديث ثم أورثنا الكتاب يعني علم الكتاب من الذين اصطفينا من عبادنا يعني الله سبحانه وتعالى جماعة اصطفاهم ولا يكون اصطفاء الله إلا بكمال هذا الشخص المصطفى بالعلم والورع والعصمه وصفات الكمال، وهذه الايات قد مر مفصلا تفسيرها او تاويلها بالائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، ثم ننتقل الى الحديث الرابع من احاديث هذا الباب ان الائمه عليهم السلام محدثون مفهمون عن محمد بن مسلم قال: ذكر المحدث عند ابي عبد الله عليه السلام عند الامام الصادق فقال انه يسمع الصوت ولا يرى الشخص فقلت له جعلت فداك كيف يعلم انه كلام الملك؟ قال انه يعطى السكينه والوقار حتى يعلم انه كلام ملك. في هذا الحديث الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أمرين. الأمر الأول أن المحدث الذي تحدثه الملائكة في وقت التحديث يسمع الصوت لكن لا يرى الشخص. وقد مر سابقا في باب الفرق بين النبي والرسول والمحدث أن الرسول يرى الملك ويستمع إلى صوته وتجتمع له الرؤية والسماع، يعني يراه حينما يستمع إليه، لكن بالنسبة للمحدث أحيانا يرى بدون أن يسمع، وأحيانا يسمع صوت الملك بدون أن يرى، فإذا الفرق بين الرسول والمحدث في هذه المسألة هي فيما ذكرنا الرسول تجتمع له الرؤية والسماع يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وآله كان يستمع إلى صوت جبرائيل وكان يراه في نفس الوقت أو في الوقت نفسه الذي كان يستمع إليه تارة كان يراه بهيئته الأصلية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى مرة رآه في المعراج بهيئته الاصليه ومره رآه في جبل حراء بهيئته الاصليه. وفي كثير من الاحيان كان يراه بهيئة اخرى سواء بهيئة انسان او بهيئات اخرى. فيراه ويستمع اليه في الوقت نفسه. لكن الائمه عليهم الصلاه والسلام هم محدثون ليسوا انبياء ولا رسل. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل من الفروق هو أنهم يرون الملك، لكن لا يستمعون إلى صوته، أو يستمعون إلى صوته ولا يرونه. الآن إذا نريد فد مثال عرفي لتقريب الفكرة والمسألة، تارة أنت مثلا تتحدث مع بالهاتف مع شخص، تارة سماع صوت فقط، وتارة عبر التقنية الحديثة ترى صورته وتستمع إلى صوته، يعني في الوقت اللي تتكلم وياه تراه أيضا بصورته، وأحيانا مثلا ترى الصورة بدون أن تستمع إلى صوت مثلا هذا للتشبيه لتقريب الفكرة زين فالائمه عليهم الصلاه والسلام محدثون والمحدث يكون بهذه الكيفيه. محمد بن مسلم يسال هسه هو اذا ما يشوف الملك كيف يعرف ان هذا الصوت صوت ملك؟ الجواب ان الله سبحانه وتعالى يلقي المعرفه في قلبه. لأنه طريق علم الإنسان مختلف تارة طريق علمه الرؤية أنت تشوف زيد وزيد دي يتكلم والكلام يخرج من فم زيد وتستمع إليه تعلم بأن هذا الكلام كلام زيد هذه طريقة وهي طريقة حسية عن طريق الرؤية تارة أنت تعرف صوت إنسان يكلمك بالهاتف مثلاً، بمجرد أن يقول ألو مثلاً أو سلام عليكم، أنت تعرف أن هذا الصوت صوت فلان، كيف تعرف أن هذا الصوت صوت فلان؟ لأنك قد استمعت إلى صوته فيما مضى، وحافظتك حفظت هذه الكيفية من الأمواج الصوتية فلذلك حينما تستمع الى صوته ولا تراه تعلم بانه فلان. زين عندما ننتقل الى الحاله الغيبيه الانبياء عليهم الصلاه والسلام الله كان يوحي اليهم. كيف يعلمون بان هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. او موسى عليه السلام حينما استمع الى الصوت من الشجره في طور سيناء حينما الله سبحانه وتعالى خلق الصوت فاستمع إلى هذا الصوت إني أنا الله، الله سبحانه وتعالى كان يسمع موسى ويكلمه بهذا الصوت الذي خلقه. كيف علم موسى أن هذا الصوت هو صوت الله سبحانه وتعالى، يعني الصوت الذي خلقه الله ليكلم به موسى. كيف علم ذلك موسى؟ لأن الله سبحانه وتعالى ألقى المعرفة في قلبه الأئمة كيف يعرفون بأن هذا الصوت صوت ملك الله ألقى المعرفة في قلوبهم كما أن مريم عليه السلام مريم عليها السلام كيف علمت بأن هذه الأصوات التي تستمع إليها هي أصوات الملك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبها المعرفة. في هذا الحديث الإمام يبين ذلك أيضاً. قلت جعلت فدا كيف يعلم أنه كلام الملك؟ قال إنه يعطى السكينة والوقار. يعطى السكينة الهدوء. الوقار الرزانة والله سبحانه وتعالى يلهمه ويعلمه بأن هذا هو صوت الملك يعطيه السكينة والوقار هذا كناية عن سكون النفس وطمأنينة القلب أحيانا الإنسان يشك فقلبه مضطرب قلبه مو مطمئن أحيانا يكون هكذا لكن حينما يعلم قلبه يطمئن الا بذكر الله تطمئن القلوب او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الاطمئنان يعني عدم اضطراب القلب متى يحصل عدم اضطراب القلب هذا يحصل حين العلم اما الانسان في حاله الشك يكون مضطربا الله سبحانه وتعالى يلقي السكينه هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم السكينه الله سبحانه وتعالى يلقيها في القلوب عن طريق تلك السكينه يعلم بان هذا الصوت صوت ملك وكذلك الوقار الحديث الخامس والأخير من أحاديث هذا الباب بأن الأئمة محدثون مفهمون عن حمران ابن أعين قال قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر إن عليا عليه السلام كان محدثا فخرجت إلى أصحابي فقلت جئتكم بعجيبة فقالوا وما هي فقلت سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليه السلام محدثا فقالوا ما صنعت شيئا ألا سألته من كان يحدثه فرجعت إليه فقلت إني حدثت أصحابي بما حدثني فقالوا ما صنعت شيئا ألا سألته من كان يحدثه فقال لي يحدثه ملك فقلت تقول إنه نبي قال فحرك يده هكذا قال أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى أو كذي القرنين أو ما بلغكم أنه قال وفيكم مثله ذكرنا أن حمران ابن أعيان وزرارة ابن أعيان والطيار هؤلاء لم يكونوا في بدايه الامر يعرفون هذا الامر يعني لم يكونوا اتباع الامام الباقر والامام الصادق واتباع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وانما كانوا من تلاميذ احد علماء العامه وقد ذكرنا اسمه وهو الحكم ابن عتيبه كانوا من اتباعه، والحكم ابن عتيبه كان بتريا او بتريا، يعني هو زيدي من الطائفه الذين كانوا يخلطون ولايه ابي بكر وعمر الى ولايه علي بن ابي طالب فيوالونهم ويتبرؤون من عثمان وطلحه والزبير وعائشه، ويقولون بأن أي علوي فاطمي خرج بالسيف فهو الإمام، فكانوا من أتباعه، وبعد ذلك لما التقوا بالإمام الباقر عليهم عليه الصلاة والسلام هداهم الله إلى هذا الأمر، وفي هذا الأمر طبعاً كما ذكرنا فيما مضى الإنسان حينما يغير دينه أو مذهبه الى ان يتعرف على خصوصيات الدين الجديد او المذهب الجديد يحتاج له الى زمان فقد يسمع بعض الامور مما هي بديهيه لدى اصحاب ذلك المذهب او ذلك الدين لكنه لانه جديد عليه على ذلك المذهب او الدين يستغرب من ذلك وهكذا حمران كان بطريا او بترياً فلما هداه الله سبحانه وتعالى الى هذا الامر، في يوم من الايام سمع الامام الباقر يقول ان عليا عليه السلام كان محدثا، واستغرب محدث هذا امر غريب جدا لم يكن قد سمعه، لانه في بعض المذاهب الاخرى يقولون انه لا محدث في هذه الامه، وحتى انهم يروون انه لو كان في هذه الامه محدث لكان فلان مثلا اللي معنى هذا الحديث انه لا يوجد محدث في هذه الامه حسب زعمهم فالامام يقول ان عليا كان محدثا زين فلما خرج الى اصحابه لعل بعض هؤلاء الاصحاب كانوا من المؤمنين ولادة وهذا الامر كان عندهم عادي لانه استمعوا اليه كثيرا والانسان العجيب ما لم يكن قد سمعه اما اذا سمع مرارا وتكرارا لا يكون امرا عجيبا. فقال لهم ان ابا جعفر الامام الباقر يقول ان عليا كان محدثا. قالوا لم تصنع شيئا؟ يعني هذا امر عادي احنا سامعين مثلا. اسأل من كان يحدثه هذا المهم مرة يجي يقول لك أنه كان محدثا يعني رسول الله حدثه زين هذا عادي الجميع يعلم بذلك وليست فيه خصوصية خاصة مثلا بحيث أنه خص بها أمير المؤمنين الرسول كان يحدث المؤمن والمنافق والكافر وهكذا اسأل من كان يحدثه رجع الى الامام وساله عن ذلك. الامام عليه الصلاه والسلام قال له كان يحدثه ملك ملك من الملائكه كان يحدثه، هنا هو حمران لانه هو حديث العهد بهذا الامر وبالهدايه استغرب من هذا الكلام يحدثه كانه اذا واحد حُدث فهو نبي كلا الملائكة يتكلمون مع الأنبياء ويتكلمون مع غير الأنبياء تلونا هذه الآية إن الله اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين هذه الملائكة كانوا يقولون لمريم عليه السلام وحتى الوحي الوحي ليس خاصا بالأنبياء الله سبحانه وتعالى يقول: واوحينا الى ام موسى. اوحينا الى ام موسى، ام موسى لم تكن نبيا. واوحى ربك الى النحل. نعم. الشيخ المفيد يقول: المسلمون اصطلحوا انه لا يطلق كلمه الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه واله. مع ان هذه الكلمه في اللغه بمعناها الالهام لكن اصطلحوا على ان لا يطلقوا لا يطلقوا هذه الكلمه على الالهامات فلذلك كلمه الوحي لا تستعمل لانسان بعد رسول الله صلى الله عليه واله زين هسه الملك يحدث انسان هذا معناه انه نبي؟ قال كلا لكن هذا يدل على منزله وفضيله لأن الإنسان ما دام هو حي الملائكة لا تحدثه بحديث يستمع إليه نعم في لحظة الاحتضار والموت الملائكة يراهم فبصرك اليوم حديد ويستمع إليهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم سواء مؤمن او كافر هذه الايه في الكفار. هؤلاء الملائكه الملائكه يرون الملائكه والملائكه يقولون اخرجوا انفسكم وكذلك المؤمنون يرون الملائكه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا بالنسبة للمؤمنين وكذلك تلك الآية بالنسبة إلى غير المؤمنين وآيات كثيرة في لحظة الاحتضار والموت المؤمن وغير المؤمن يرى الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يرونهم ويستمعون الى كلامهم لكن في هذه الحياه الدنيا في هذه الحياه الدنيا لا يستمع احد الى الملائكه الا اذا كان نبيا او كان وصيا لنبي كان محدثا وهذا فضيله ومنظير هذه الفضيله كانت في الامم السابقه ايضا اذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فحرك يده هكذا ماذا قال؟ أو كصاحب سليمان في بعض الحلقات الماضية ذكرنا صاحب سليمان آصف بن برخيا هذا لم يكن نبيا لكن الله سبحانه وتعالى علمه قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك من سبع في اليمن الى بيت المقدس في فلسطين. في اقل من لحظه جاء بعرش بلقيس. هذا اعجاز لم يكن نبيا. او كصاحب موسى الخضر. الخضر الله سبحانه وتعالى علمه علما لم يعلمه موسى وأمر موسى أن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه ذلك العلم لأنه لم يكن نبيا أو كذا القرنين وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا الخضر لم يكن نبيا والمسلمون يعلمون ويعتقدون بأن الخضر الآن حي يعني من زمان موسى قبل اربعه الاف سنه الى يومنا هذا هو حي وبعد هذا اليوم ايضا الى ما شاء الله هو حي يقولون بذلك ويستغربون اذا قلت لهم ان الله سبحانه وتعالى اطال عمر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الف ومائتين سنين ونيف مثلا لحد الان كيف يمكن ذلك وهو يعتقد في الخضر عليه السلام ذلك أربعة آلاف سنة وأكثر وهو يعتقد بقوله سبحانه وتعالى فلبث في فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمية وخمسين سنة نوح كان في قومه وبعد الطوفان إلى ما شاء الله أيضا بقي في بعض الروايات ألفين وخمسمائة سنة عاش نوح وأيضا يعتقدون بأن الدجال من زمان رسول الله صلى الله عليه واله حي الى يومنا هذا. يعني يعتقدون بطول عمر عدو الله 1400 سنه ويستغربون من طول عمر ولي الله 1200 عام. او كصاحب سليمان او كصاحب موسى او كذا القرنين لم يكونوا انبياء لكن لهم العلم، لهم الكرامات والمعاجز ولهم السلطة أو ما بلغكم أنه قال وفيكم مثله وأمير المؤمنين قال وفيكم مثله حينما ذكر ذا القرنين كما ذكرنا في بعض الحلقات الماضية وفيكم مثله يعني أمير المؤمنين من هذه الجهة مثل ذي القرنين وإلا أمير المؤمنين أفضل من ذي القرنين بكثير وفيكم مثله يعني في هذه الجهة بأن الله سبحانه وتعالى آتاه من كل شيء سببا وحتى في الأوصاف الظاهرية ضرب على رأسه مرتين وجرح وأمير المؤمنين كذلك ضربت, ضربت عمر ابن, ابن عبد ود وكذلك ضربت ابن ملجم لعنه الله أو ما بلغكم أنه قال فيكم مثله فالحاصل ان القران والروايات دلت على وجود محدثين تحدثهم الملائكه مع انهم ليسوا بانبياء وفي هذه الامه المحدثون هم الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وقد مر فيما مضى الكلام حول مصحف فاطمه مصحف يعني كتاب لان كلمه المصحف يعني المكان التي اجتمعت فيها الصحف شنو هو مصحف فاطمة؟ بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه واله، دخل فاطمة حزن عظيم، فالله سبحانه وتعالى أمر ملكًا أن يأتي ويحدث فاطمة بما يجري في المستقبل، وكان أمير المؤمنين يكتب ما يقوله الملك، فهذا هو مصحف فاطمة، وهو موجود عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهو لا يرتبط بالأحكام الشرعية وإنما يرتبط بالأحداث المستقبلية يعني من ذلك الوقت الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه واله إلى آخر الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين